أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئات انتشال 6 جثث متفسخة لمدنيين من تحت أنقاض المنازل في الموصل. البصائر فرع هيئة علماء المسلمين في التأميم يواصل أعماله في الجانبين الإنساني والاجتماعي لدعم ومساعدة النازحين. المدى عراقيون متخوفون من دخول البلد منطقة الصراع الأمريكي الإيراني. كتابات غزو مصرفي إيراني للعراق بسبعة فروع دفعة أولى. القدس العربي، رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وزعماء آخرين. الجزيرة نت: ضغوط من أجل العزل، مجلس النواب يسعى للكشف عن مكالمات أخرى لترامب. الشرق الأوسط، حالة تأهب قصوى في منشآت إيران النفطية وسط مخاوف مع حرب إلكترونية. ننتقل من العناوين إلى المقالات والتقارير الصحفية، ونبدأ من صحيفة العرب اللندنية، ووجدنا فيها مقالة للكاتب إبراهيم الزبيدي جاء فيها: العراقيون قبل غيرهم يعرفون حقيقة عادل عبد المهدي وحجم قدراته وصلاحياته، وموقنون بأنه غير مخول بالسفر إلى أي عاصمة عربية، خصوصا إلى العاصمة السعودية، إلا مرسلا من إيران إلى خصومها. هناك أمران ساخنان يشغلان خواطر الملوك السعوديين ومواطنيهم، ولكن لا يصدق أحد منهم عادل عبد المهدي حين يتحدث عنهما وفيهما. الأول براءة إيران من الاعتداء الأخير على أرامكو، ومن قائمة طويلة جدا من المؤامرات والتخريبات والتفجيرات والاعتداءات والاغتيالات القديمة ضد المملكة العربية السعودية، خصوصاً وضد العرب الرافضين لسياساتها التسلطية الشريرة، وعن تهديداتها المستمرة بالإقدام على المزيد منها. لا لأن أكثرية دول العالم حملت النظام الإيراني مسؤولية الجرائم القديمة والجديدة تلك، بل لأن أكبر أقطاب النظام نفسه هم الذين يباهون بأن الطائرات والصواريخ إلى السعودية من الشمال، ويؤكدون تصميمهم على أن المزيد منها سوف يأتي دون ريب. والثاني تعهده للسعوديين بأن العراق معهم وأن أمن العراق من أمن السعودية، وتصريحه بأن حكومته لن تقبل بأي عدوان على أمنهم ومصالحهم، وذلك لأن أي عدوان قادم على أمنهم ومصالحهم لن يكون إلا خارجاً من تحت عمامة الولي الفقيه ومن تدبير حرسه الثوري أو وكلائه العراقيين واليمنيين والقاصي والداني. وحتى المستجد في السياسة يعلم علم اليقين بأن العراق ليس هو العراق الذي كان، بل هو عراق الحشد الشعبي الذي يؤكد الإيرانيون أنه حشدهم. وفي الساعة التي كان فيها عادل عبد المهدي في القصر الملكي في الرياض، خرج واحد من القادة الحشديين ليتحداه، معلنا أن العراق سيحارب إلى جانب إيران ضد أعدائها وخصومها، شاءت حكومة بغداد أم لم تشأ. قضية العراق وأمنه ومصالحه ومستقبله وعلاقاته لا يحق لأحد أن يتحدث عنها ويسعى لحمايتها والدفاع عنها إلا للزعيم العراقي الوطني الشهم الشجاع ورئيس وزرائنا اليوم، ليس هو ذاك. فالذي تحدد له إيران حارس غرفة نومه وماسح حذائه وطباخ فطوره ليس بزعيم. هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها وجبات المتعاقبة من خريجي الجامعات العراقية إلى البطالة والتعطيل، وتتسبب بشيوع حالات من التذمر واليأس والقنوط.
عن ثورة الخريجين في العراق، كتبت لهاي عبد الحسين في صحيفة المدى. عادت مشكلة التوظيف في القطاع الحكومي بعد 2003 إلى الظهور بقوة، وبخاصة لحملة الشهادات العليا، فكان أن تقرر عام 2005 تعيين كل متقدم لطلب العمل. وعندما اشتكت إدارات المؤسسات الحكومية معبرة عن عدم قدرتها على ضم المزيد من هؤلاء بسبب فائض قوة العمل لديها أصلاً، جاء الرد بصيغة عينوهم حتى لو تمشوا في الممرات. هكذا سارت مؤسسات العمل الحكومية في العراق وفق قرارات عشوائية وارتجالية دون تخطيط أو تنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل على وجه التعيين. وافتقرت الدولة إلى سياسات تأخذ بالاعتبار تزايد أعداد هؤلاء بسبب تقدم وجبات متعاقبة منهم للدراسة في مجتمع يوصف بأنه مجتمع شاب سكانيا، تقدر نسبة من هم دون سن 15 من العمر فيه ما يقرب من 50%. وخضعت المؤسسات التعليمية تبعاً لذلك إلى زخم المتقدمين للدراسة في مختلف الاختصاصات من الطلبة خريجي المدارس الثانوية ممن وزعوا على الكليات والمعاهد المتعددة وفق نظام الانسيابية القسري أو ما سمي بالتوزيع المركزي. وعندما لم يجد هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم من الكليات التي نسبوا إليها أماكن للعمل، اختار كثير منهم طريق مواصلة الدراسة للحصول على الشهادة العليا لتحسين فرصة الحصول عليه. البطالة أدت بالبعض من الخريجين إلى خيارات قاسية، لعل من أبرزها الهجرة إلى خارج العراق أو الاستغراق في ميادين عمل لا علاقة لها بتأهيلهم العلمي وحالات فردية من الانتحار. الفلسطينيون في العراق نكبة لا تنتهي. كان هذا عنوان مقال للكاتب عماد عفان نشره بموقع الهيئة نت، وجاء فيه: يفتقر واقع اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى مؤسسات أو جمعيات فلسطينية رسمية تعمل خدمة للاجئين. يعاني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مشاكل كثيرة، أبرزها إلغاء قرار 202 لعام 2001 والذي ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي، والذي كان ينظم حياة اللاجئين. ولكن بعد صدور قانون 76/2017 تغيرت الأمور كثيرا في حياة اللاجئين، وأبسطها حجب البطاقة الغذائية، إضافة لحرمان عائلة الموظف المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي، كما يعانون من تغيير البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها اللاجئ، وهي هوية الإقامة التي تجدد كل 5 سنوات من مقيم إلى لاجئ. وبالتالي أصبح اللاجئ الفلسطيني في العراق يعيش بدون قانون واضح وصريح ينظم حياته. كما يعاني الفلسطينيون في العراق من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن العجز عن إكمال الدراسة بسبب التكلفة المالية البعيضة. أما بالنسبة للشباب فأكثرهم هاجروا ولم يبقى منهم سوى 1%. فقد استهدفت أرواح اللاجئين الفلسطينيين في العراق بين عامي 2006 و2007، وذهب أكثر من 600 فلسطيني ضحية على أيدي الميليشيات الطائفية، رغم نأي الفلسطينيين بأنفسهم عن الصراع الطائفي دون الاصطفاف مع أحد. ما يزيد الطين بلة هو وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيما تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعراق بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية، وتتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبء استئجار مساكن لأكثر من 250 عائلة تم طردهم بعد 2003 من بيوتهم لأنها تابعة للحكومة العراقية. مسؤولون في الجالية الفلسطينية بالعراق يؤكدون أنه لا مستقبل للوجود الفلسطيني في العراق، ويحذرون من أن الأمور ذاهبة باتجاه إعادة توطينهم
في الدول الأوروبية. لم يكن المراقب والمتابع العادي للشأن الفلسطيني بحاجة ماسة للتصريحات العلنية لقائد المنطقة الوسطى الأسبق الجنرال غادي شمني، والتي أعلن فيها قبل سنوات عدة أن بقاء وجود السلطة الفلسطينية ووجودها مرهون بحماية الجيش الإسرائيلي لها. هكذا جاء في مقال للكاتب عيد الناصر عبد الناصر عيسى في موقع عربي 21. تزعم دولة الاحتلال أن السلطة الفلسطينية تدرك معادلة المقايضة السابقة جيداً، أي التعاون الأمني مقابل الحماية. من من؟ من حماس؟ وبقية الإرهابيين؟ وهو ما أكده مؤخراً المحلل العسكري فيها آرتس، معتبراً ذلك حقيقة يدركها الجميع ولا يمكن أن تخفيها المناكفات السياسية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء نتنياهو حول المساعدات المالية للسلطة وغيرها. والأهم من ذلك هو أن الواقع على الأرض يشهد بهذا التفاهم المشترك، فالسلطة الفلسطينية والتي يفتخر رئيسها ومؤخراً على منصة الأمم المتحدة بأنه ملتزم ب83 اتفاقية لمحاربة الإرهاب تستمر بالالتزام بوضوح بالتعاون الأمني ضد الإرهاب كما في عملية عين بوابين أو دولاف، ولا تعتبر انهيار الأفق السياسي وانتهاء إمكانية حل الدولتين وهو المشرع الأصلي لهذا التنسيق سبباً للمس به في اعتراف عملي واضح أنه مرتبط فعلاً ببقائها لا بآفاق التقدم في عملية التسوية. من اللافت أن كلا طرفي معادلة التعاون الأمني مقابل البقاء يستخدمان بعبع حماس والجهاد الإسلامي، أو بعبارة الطرفين الإرهاب الفلسطيني، من أجل استمرار المعادلة. فلولا جهودنا في محاربته لوقعتم في مازق ولسقطت هيبتكم أو سلطتكم، يقول أحدهما للآخر. وفي مقابل هذا لا يتم التطرق لوحش الاستيطان المعربد في كل زاوية من فلسطين والمسيطر بالتدريج على القدس والمقدسات. وهكذا تضمن المعادلة السابقة استمرار الاحتلال بشكل مريح للطرفين، وتشيطن المقاومة، ويتطور الاحتلال تدريجيا نحو العنصرية والإبرتهايد الزاحف، وتستمر إسرائيل بالتطور الاقتصادي وبالتطبيع الزاحف لعواصم القرار في المحيط العربي. أما السلطة فتستمر في صراعها ونضالها العنيد في أروقة ومكاتب وفنادق عواصم العالم المتحضر. عن الفيتو الروسي الصيني ولعبة الدول، كتب عمر كوش في صحيفة العرب الجديد مقالا كان في متنه. يرسل الفيتو المزدوج الصيني والروسي المتكرر في مجلس الأمن إشارات عديدة لا يجسدها فقط الانقسام بين دول مجلس الأمن الخمس دائمة العضوية، بل العامل الأساس في لعبة دولية مكشوفة تحكمها المصالح والأدوار حيال الصراع في سوريا. ليس الفيتو الروسي جديداً وليس هو الوحيد الذي يمنع صدور قرارات في مجلس الأمن تدين نظام الأسد أو تدعو إلى إيقاف جرائمه أو محاسبته، بل عادة ما يكون الفيتو مزدوجاً روسياً وصينياً، إذ غالباً ما كان النظام الصيني يساند نظيره الروسي بذلك أو بالامتناع عن التصويت أحياناً. وهذا الفيتو هو 13 الذي يرفعه النظام الروسي بوجه مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي تغطية لجرائمه وجرائم نظام الأسد وحماية له أيضا، ولكي يستمر هذا النظام في حربه ضد غالبية السوريين التي يشنها منذ اندلاع الثورة السورية في مارس آذار 2011 بدعم عسكري وسياسي واقتصادي من النظامين الروسي والإيراني، وعلى مرأى العالم وسمعه وصمته على الجرائم بحق الشعب السوري.
والمستغرب أن كل الدول باتت تعلم تماماً أن مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ أي قرار حيال القضية السورية بسبب التعطيل الروسي الصيني، لكنها لا تفتش عن بدائل وكأنها تمارس لعبة مكشوفة. وشكل الأمر محطة نوعية جديدة في العلاقات الدولية، حيث ترسخت تجاذبات بين محورين في مجلس الأمن، الأول يقوده تحالف روسي صيني، والثاني يتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وانتهز الأول منبر مجلس الأمن كي يحوله إلى مقر للتنافس بين المحورين، ومنبر لاستعراض العضلات والتعبير عن الخلافات والخصومات، مع الحفاظ على المصالح وممارسة فقه النكاية. لكن أطراف اللعبة الدولية كما يقول الكاتب متوافقون على استمرار الكارثة السورية، لأن الخاسر الوحيد هنا هو الشعب السوري. دعت صحيفة أوبزيرفر البريطانية نواب مجلس العموم للتحرك سريعاً وإنهاء حكم بوريس جونسون السام، وقالت إن وظيفة رئيس الوزراء هي الحديث نيابة عن الأمة، وهذا رجل بدون تفويض ديمقراطي ولا أغلبية لديه في البرلمان، وتصرف كما وجدت المحكمة العليا بطريقة غير قانونية. وقالت الصحيفة إن التهديد بالنزاع الأهلي إن لم يحصل على ما يريد ووضع نفسه معارضاً للبرلمان والتصرف كأنه فوق القانون يجعل من جونسون شخصاً لا يختلف عن أي ديكتاتور. ولكن بريطانيا ليست دولة أوتوقراطية، ذلك أن المحكمة العليا أعادت تصحيح المبدأ الدستوري للليبرالية الديمقراطية من خلال قرارها المهم، وأن الحكومة موجودة بسبب ثقة مجلس العموم ولا شرعية ديمقراطية لها غير ذلك. وتضيف الصحيفة بأن النواب لديهم القدرة على وقف جونسون قبل تنفيذ ما يريد، وهو الخروج غير القانوني من الاتحاد الأوروبي، ومع تلاشي الفرصة لتحقيقه بحلول 31 من تشرين الأول أكتوبر، فعلى النواب انتهاز الفرصة واستخدامها. وتضيف الصحيفة أن الأسبوع الماضي كان أكثر الأسابيع بغضاً في تاريخ السياسة البريطانية، فقد توصل 11 قاضياً بأن رئيس الوزراء تصرف بطريقة غير قانونية عندما أغلق البرلمان في لحظة أزمة سياسية من أجل إحباط جهود النواب لمحاسبة الهيئة التنفيذية. وكان القرار تذكيراً بأن لا شخص حتى رئيس الوزراء فوق القوانين التي يصدرها النواب المنتخبون في البرلمان. على ما يبدو لم يعد هناك شيء مقدس لدى حزب المحافظين، لا عافية الاقتصاد ولا مستقبل الاتحاد. يشن البنغلاديشي مومينور رحمان رويال حملة بمفرده لخفض الاستخدام غير المبرر لأبواق السيارات في دكة، إحدى أكثر المدن ضوضاء في العالم، وتوازي أصوات أبواق السيارات في أزمات السير الخانقة في شوارع عاصمة بنغلاديش صخب حفلة روك موسيقية. ويقف مومينور في كل عطلة نهاية أسبوع عند تقاطع طرق يشهد حركة كثيفة قرب منزله، حاملا لافتة صفراء كتب عليها باللغة البنغالية. وحده المغفل يستخدم بوق السيارة من دون طائل. وقال: هذا هو احتجاج الصامت على مصدر الإزعاج هذا، وأحاول أن أمرر الرسالة إلى الناس بينما السيارات والحافلات والشاحنات تمر به مصدرة ضجيجا قويا. فنان أردني يحول المهملات إلى قطع فنية. الفنان أحمد صبيح لا يتوانى عن نبش أكوام المهملات ليعود بكثير من الغنائم التي تشكل موضوعاته الجمالية، وفق تقرير لموقع الجزيرة. لا تخطئ عين الفنان أحمد صبيح ما يمكن أن تكون عليه مروحة قديمة أو قطع تلفزيون خرج من الخدمة أو مكنسة كهربائية
استغنت عنها ربة البيت من تحفة فنية تزين البيت والمكان. ويقول صبيح الذي أقام عشرات المعارض التشكيلية في الأردن والدول العربية وأوروبا إن مثل هذا الفن يصلح أن يكون وسيلة تعليمية للأطفال لما يتسم به من أمان، ويمثل تمرينا حسيا للمتعلم، وينشط خياله لاقتراح أشكال جديدة من تجميع الأشكال القديمة، وهو عدا عن ذلك يحافظ عن البيئة. نتابع معا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. برنامج صدى الأقلام انتهى، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.